السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الحصتين الأولى والثانية من دروس من درس من الدرس الثالث الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. من عنوان الدرس: قياس سعة التخزين الرقمي وقياس الأطوال والكتل والمساحة. Mesure de capacité de stockage numérique et mesure de longueur, de masse et d'air. إذن الحصة الثانية، اكتشفوا وأتمرنوا. أولا، أعبر عن الأطوال التالية بالوحدات المشار إليها. إذن 8.7 متر تساوي كم من مليمتر؟ أجب، 8.7 متر تساوي كم من مليمتر؟ أسرع في الإجابة. و700. أسرع المرة القادمة في الإجابة. انتبه 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 معي إلى الدرس، انتبه. 8000 سنتيمتر. 1000 سنتيمتر تساوي كم من كيلومتر؟ حولها إلى المتر، 2000 سنتيمتر، كم فيها من متر؟ لا، 20 متر. 20 متر كم فيها من كيلومتر؟ 0.02. نعم، أحسن، 0.02. 0.06 كيلومتر تساوي كم من متر؟ أحسنت، 7 متر تساوي كم من كيلومتر؟ 7 متر، 0.0007. أحسنت، 8.27 كيلومتر كم فيها من سنتيمتر؟ متر. حول إلى المتر بعدها، حول إلى السنتيمتر. إذا حولت إلى المتر كم ستضيف كم من صفر؟ يعني الفاصلة هنا يعني ستصبح 8270 مترا. وكم تساوي من سنتيمتر؟ ستضيف كم من صفر أيضا؟ صفران. إذا ستصبح 827000 سنتيمتر. ثانيا، أكتب الوحدة المناسبة. قياس طول قامة إبراهيم هو 1.75. ماذا؟ 1.75 ماذا؟ ما؟ أشنو؟ قياس طول قامة إبراهيم. نعم، 1.75 لتر. لا، أشنو؟ متر. متر. قياس طول نهر أم الربيع 600 ماذا؟ 1 كيلومتر. أحسنت، قياس سمك كتاب الرياضيات 8 جرام. لا، سمك أكتر. نعم، السمك راه هو تا هو يا طول، طول السمك هو طول. هذا كتاب سمكه 8 ماذا؟ 8 سنتيمتر مربع. خطأ، لا ماشي مساحة، سمك. سمك
انظر انظر هنا، هذه كم من ماذا؟ أقل من سنتيمتر يعني. 8 مليمتر. قياس علو حجرة الضرس 3 حجرة الضرس 3 ماذا؟ ثلاثة ماذا؟ ديكامتر. ثلاثة متر. ثالثا، أنقل وأكتب العدد المناسب أو وحدة القياس المناسبة. 5.79 سنتيمتر مربع تساوي كم من متر مربع؟ كم سنضيف على يسار الخمسة من صفر؟ صفر فاصلة صفر فاصلة صفر صفر خمسة خمسمائة. خطأ. صفر فاصلة صفر صفر صفر. نعم، أربعة أصفار تصبح صفر فاصلة صفر الأول فاصلة صفر 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 579 23 ديسي متر مربع كم فيها من متر مربع؟ فيها 0.25. أحسنت. 25 ديسي متر مربع تساوي مليمتر مربع. أحسنت. أضفت 17.9 متر مربع كم فيها من كيلومتر مربع؟ 5 من صفر على اليسار ديال 17؟ لا 6. 6 أحسنت. 9.7 متر مربع تساوي 97,000 سنتيمتر مربع. 5.21 سنتيمتر مربع تساوي 0.0521 ماذا؟ ديسيمتر مربع. احسب قياس مساحة كل شكل باعتماد التربيعة وحدة للقياس. اذا انظر معي هنا، ما هي، انظر الشكل رقم واحد، ما هي مساحته؟ هي كم فيها من مربع؟ 1 2 3 مضروبة في 1 2 3 4 5، يعني 3 × 5 تساوي 15. إذا 15 مربع. الشكل 2 كان فيه مساحته تساوي كم؟ تساوي مستطيل زائد مربع. مستطيل زائد مربع. يحسب المربعات ايش حال؟ مستطيل 1 × 3 3 المربع 3 × 3 يساوي 9، يعني 9 + 3 يساوي 12. احسنت. وبالنسبة للشكل رقم 3، لا لوتور فلا باز 1 2 3 4 1 2 3 3 × 4 هي 12، ماشي 4 عادي. 1 2 1 2 3 ماشي 4 5 لا دير 4.5. 5 هذيك 5. انظر من هنا تبتدي، انظر 1 2 3 4 5
في واحد اثنان ثلاثة مقسومة على اثنان، هذه العام هذه المساحة مقسومة على اثنان، يعني نصف مساحة المستطيل، هذه نصف مساحة المستطيل، يعني المستطيل المساحة ديالته هي المساحة ديال الشكل رقم واحد دي 15. إذا هذه شحال المساحة ديالو؟ خمسة في ثلاثة يساوي 15 مقسومة على اثنان، مقسوم على اثنان، هذا راه هو هذا مقسوم على اثنان، الا تلاحظ؟ نعم. اذا مقسوم على اثنان يعني ماذا؟ هي 15 مقسومة على اثنان، 15 مقسومة على اثنان او لا؟ نعم. اذا اذا كانت 15 مقسومة على اثنان هي شحال؟ 15 مقسومة على اثنان كم تساوي؟ نستعمل الآلة الحاسبة؟ لا لا، يلا قول هو جاوب. سبعة فاصلة خمسة. أحسنت، انظر إلى الشكل رقم أربعة، إنه شكل معقد. كيف سنحسب هذه هذا الشكل؟ سوف شكل معقد جدا. لم نفهم. كذلك الشكل خمسة. شكل ستة نستطيع. لا نعم. نعم شكل ستة نستطيع أن نحسبه. نصيحة، لا إذا ليس نصيحة، أريد إذا كانت لديكم جواب لأربعة وخمسة صحيح، قولوا نحن لا نعلم لأنه معقد جدا. اسألوا معلم أبوكم أو أمهاتكم، يمكنهم أن يجيبوكم إذا لم نعلم. أيضا المعلم، انظر انظر الشكل رقم خمسة يمكننا لا لا يمكن شكل ما لا يمكن هكذا لا يمكن. أردت أن أستخرج مثلثات من هذا لكن لا يمكن أن تكون مضبوطة. ما بالنسبة لهذا نعم يمكن، انظر معي هذا الشكل رقم ستة، لدينا هذا مثلث قائم الزاوية مساحته كم؟ هي اثنان في ثلاثة مقسومة على اثنان، اثنان في ثلاثة مقسومة على اثنان هي ثلاثة مربعات. تبع معي، ايش تبع معي؟ بعد ذلك نقوم بهذا المستطيل، هذا المستطيل فيه واحد في واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، هي خمسة، إذا ثلاثة زائد خمسة. بعد ذلك هذا المربع، هذا المثلث القائم الزاوية، إذا مساحته هي اثنان في اثنان مقسومة على اثنان تساوي اثنان، إذا خمسة زائد ثلاثة زائد اثنان تساوي عشرة. ثم بعد ذلك انظر إلى هنا، هذا المثلث زائد المثلث يعني ثلاثة زائد اثنان تساوي خمسة أيضا، إذا هنا خمسة عشر مربع. تعال 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 إلى هذه الكتابة على الحساب ثم أرتبها. لا أدري، لا 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 أستطيع أن أحسب هذا، أقرأ هذه الكتابة. خامسا أحدد القياس المناسب للكتلة. كتلة السيارة هل 140 ألف جرام، 1400 كيلو جرام، أم 15 طنا؟ قل. لا ليس عليه أن يكون كثيرا، إذا لم نقل الطن، الطن إنه للحاجة ضخمة جدا. كم؟ كيلوغرام
جرامي تلانجو سوف نقول أسري. اختار اختار صحيح، اختار كل الجواب الصحيح، قل جوابا و وأسرع. جرام يعني ماذا؟ ألف مئة وأربعون ألف جرام. نعم، 140 ألف جرام، كم فيها من كيلو جرام؟ هيا أسرع، 140 ألف جرام كم فيها من كيلو جرام؟ سهلة، 140 فيها 140، يعني سيارة تزن 140 كيلو جرام. نعم، لا يمكن أن لا لا لا، 140 كيلو جرام غير رجل واحد يزن 80 كيلو جرام، إذا رجلان يزنان 160 كيلو جرام، أكثر من سيارة. هل رجلان يمكنهما حمل لا سيارة؟ لا، أربعون أربع لا أربعون أربعون لرجل واحد، إذا لا مش أربعون، 80 كيلو جرام لرجل واحد. ستون لا لا، رجل كبير، لا نتكلم عن طبعا رجل كبير. السيارة يمكن أن تحمل 5 أشخاص زائد البضائع، يعني يمكنها حمل 80 في 5 يعني 400 كيلو جرام زائد البضائع التي تصل حتى 700 كيلو جرام أخرى، إذا يمكنها أن تحمل حتى 100 ألف و 1100 كيلو جرام. إذا انظر، السيارة تزن 1400 كيلو جرام. الخروف كم يزن؟ 0.45 طن، 4500 كيلو جرام أم 45 كيلو جرام خروف؟ 45 كيلو. أحسن، كأس كوب من الماء كم يزن، يعني كم كتلته؟ 1900 ميلي جرام، 190 جرام، 190 لا يمكن لا يمكن ولا يمكن، أو 1.9 كيلو جرام. لا يمكن، 100 ميلي جرام كأس من الماء. أه. ليس كثيرا، كيلو جرام كامل لا لا. إذا ميلي جرام ميلي جرام. لماذا ميلي جرام؟ 1900 ميلي جرام هي كم من جرام؟ واحد فاصلة تسعة جرام راه لا شيء. لا نعم لا شيء. لا لا لا، خطأ. إذا الجواب الصحيح هو 190 جرام. 190 جرام، 190 جرام راه ماشي كيلو جرام، 190 جرام. نحاول 190 جرام هي 0.19 كيلو جرام، يعني 5 كؤوس تعطين مليئة بالماء تعطينا كيلو جرام واحد. يعني راه هكتوغرام. لا، 1.9 هكتوغرام. نعم، 1.9 هكتوغرام. 1.9 هكتوغرام راه بزاف. لا. واحد كيلو جرام هو 1 لتر من الماء. 1 كيلو جرام من الماء يساوي 1 لتر من الماء. تعال إلى هنا، أين تريد؟ اجلس. هيا. تمرين رقم 6، أعبر عن قياس الكتل التالية بالجرام. اجلس. أعبر عن قياس الكتل التالية بالجرام، يمكن الاستعانة بجدول التحويلات. 400 كيلو جرام كم فيها من جرام؟ 400 كيلو جرام ما كنرتبوا داكشي؟ لا، ولم يقولوا لنا أن نرتب، حولها للجرام. شنو نحول للجرام؟ 400 كيلو جرام شحال فيها من جرام؟ 0 سوف تضيف؟ 400 كيلو جرام شحال من جرام؟ 3 أصفار، يعني سيصبح العدد هو
فني غادي يولي ار وحدة الالاف مئات الالاف. 400,000 جرام، 8 كيلوغرام، كم فيها من جرام؟ 8 كيلوغرام فيها من جرام 1,800,000. أحسنت، 2.7 كيلوغرام 2,700. 17,000 ميلي جرام 17 جرام. 3 أطنان فيها 3,000 كيلوغرام. إذن 3,000 كيلوغرام يعني شحال من جرام؟ من 400 هي مئات الآلاف، يعني 3 ملايين. أحسنت، 8,000 جرام، كم فيها من جرام؟ 8,000 جرام. كم فيها من جرام؟ 800 جرام. ياك خطأ. لا لا، إنا واحدة. 8,000 جرام، كم فيها من جرام؟ يا 8,000 جرام. أحسنت، 5 طن، 5 أطنان، 300 كيلوغرام. 3 ملايين. أها. و 300,000. أحسنت، 2.3 طن. آسف، انظر أحول إلى الكيلوغرام هنا. 8,000 جرام تساوي كم من كيلوغرام؟ 8. 5 أطنان 300 كيلوغرام، كم فيها من كيلوغرام؟ 5,000 و 300 كيلوغرام. 2.3 طن، كم فيها من كيلوغرام؟ فيها 2,300. أحسن، و300. أقرأ ما يقول كل شخص وأكمل كل تحويل. لماذا كتبت على مفتاحك USB 16 جيجا أوكتي يا بابا، بينما كتب 32 جيجا أوكتي على مفتاح أمي؟ هذا يعني، يلا أقرأ ما يقوله كل شخص وأكمل كل تحويل. انظر، باقي التحويل من بعد. هذا يعني أن سعة التخزين الرقمية لمفتاح أمك أكبر من سعة تخزين مفتاحي، أي أن مفتاح أمك يخزن معلومات أكثر. تقول الأم: لقياس الأطوال نستعمل الوحدات التالية: الكيلومتر والمتر والسنتيمتر، ولقياس الكتل نستعمل الجرام والكيلوغرام والطن، ولقياس السعة نستعمل اللتر ومضاعفاته وأجزائه. لقياس سعة التخزين الرقمية لمفتاح الـ USB أو وسائط رقمية أخرى كالقرص الصلب ديسك دور أو المدمج ديسك كومباكت CD، نستعمل الأوكتي ومضاعفاته. 1 كيلو أوكتي تساوي 1,000 أوكتي، 1 ميجا أوكتي تساوي 1,000 كيلو أوكتي التي تساوي 1,000,000 أوكتي، 1 تيرا أوكتي تساوي 1,000 جيجا أوكتي، و1 جيجا أوكتي تساوي 1,000 ميجا أوكتي. إذن انظر هنا، تقوم بالتحويل. 1 تي أو تساوي كم من ام تي أو؟ ام أو. 1 تيرا أوكتي كم تساوي من ميجا أوكتي؟ ميجا أوكتي
أسرع في الإجابة، أسرع. واحد كيلو أوكتي يساوي ألف أوكتي، واحد ميجا أوكتي يساوي ألف كيلو أوكتي. مئات الآلاف، عشرات الآلاف، لا مئات الآلاف. فين؟ واحد تيرا أوكتي تساوي 10,000 ميجا أوكتي. مئات الآلاف، مئات ألف. لا خطأ. حسرة. خطأ. مليون. مليون تساوي مليون ميجا أوكتي. واحد جيجا أوكتي كم تساوي من كيلو أوكتي؟ يساوي شحال من كيلو أوكتي؟ يساوي مليون. مليون أيضا. ثامنا، je complète le tableau. Le texte a stylo, je chante, je fais mes devoirs. Nombre d'octets nécessaires pour stocker le texte. A. Un octet. 5 octets pour stylo. Regarde, stylo, dans stylo, il y a combien de lettres? Il y a combien de caractères? 5. 5 caractères. Donc 5 octets. Donc sur chaque caractère, il faut un octet. Je chante. Il y a un octet. Je chante. Combien de lettres? Donc c'est combien de d'octets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a un espace. Il faut que sache qu'il y a un espace. Non. Donc, 9 octets. Et voilà, maintenant, je fais mes devoirs. Je, J-E-F-A-I-S, ça fait, J-E, ça fait 10, 2, 2, plus V égale à 4, donc égale à 6. Mes devoirs, M. ES donc 6 plus égale à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. 19, ah, 9e, j'utilise le tableau suivant et je complète les teraoctets, les gigaoctets, les mégaoctets, les kilooctets et les octets. 25 kilo octets, ça fait 25 000 octets. 12 gigaoctets, ça fait 12 milliards de octets. Donc 25 kilo octets est égal à 25 000 octets là. C'est écrit là. 138 gigaoctets est égal à combien de kilo octets? 100 pardon, giga. 138 millions de kilos. Millions. Oui. De kilooctets. 12 kilooctets est égal à 12 milliards octets. 12 gigas, pas kilo. Giga, ça c'est faux. 12 gigas est égal à 12 milliards d'octets. C'est écrit là, c'est l'exemple. 9,5 teraoctets, combien de gigaoctets? 9,5 est égal à combien de gigaoctets? On va rajouter 2 zéros. Ça veut dire 9,3 500. 75 teraoctets est égal à combien de mégaoctets? 75 teraoctets, combien de mégaoctets? On va rajouter 6 0. Ça veut dire 75 teraoctets est égal à combien de mégaoctets? 75 millions. Oui, 0,001 gigaoctets est égal à combien d'octets?
زيرو فيكتور زيرو صافي 1 ميجا اوكتي سي 1 مليون دوكتي. برافو. Dixièmement, j'exprime les mesures suivantes en hectares. En octets, normalement. Ah? Ah, non, non, non. En hectares, ça, c'est des mesures de surface. C'est 34,5 arts. Hectares. Ah, hectares! Regarde, ça c'est centi-art. Ouais. C'est le art est égal à quoi? Centi-art, c'est mètre mourabé. Art, c'est diamètre mourabé. Hectare, c'est hectomètre mourabé. Je connais le tableau. Mais c'est bien. Donc centi-art. 345 centi-art, ça veut dire quoi? Ça fait 2 art. Les art, ça fait. Mais tu dis ça oui, en hectare, vas-y. Oui, mais hectare, ça veut dire. Attends. Hectare. Oui, hectare. Je vais le transformer premièrement en art, puis en hectare. Vas-y. Art, c'est 3,45. Mmh. Alors, en hectare, ça fait. Ça fait 0,0345. Bravo, 15 A. 0,15 hectare. 92 km carrés. Ça fait 9200 A hectare. C'est ça, c'est vrai? Ouais. 9200. Et 50 000 m2. Mètre carré, c'est 5 hectares. 5. Voilà. Ça, c'est centi-art. Mmh. Art, c'est en fait. Et là, 5 hectares. Bien. شكرا لكم أصدقاء المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.